روزي انظري إلي. بلبلة، هل أنت بخير؟ لقد سقطت. سقطت؟ أنا لم أسقط، إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي. ليس هناك ريح اليوم. حاولي بهدوء يا بلبلة. لا حاجة لي إلى ذلك، أنا لست خائفة. هل أنت بخير؟ ترى، هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة. لا عليك يا بلبلة، كلنا نخطئ أحياناً، الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء. إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة، لكن أظن أنني تدربت كثيراً اليوم. في الواقع لقد تعبت من الطيران، أنا سوف أعود لأستريح قليلاً في العش. أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكراً يا روزي، طريق البيت طويلة. انطرتي تصلين أسرع يا بلبلة. لا شكراً، التنقل على الأرض أكثر تسلية. أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا، والعجلات أيضاً رائعة. أهلاً روزي، أتسابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً، سأوصلها إلى البيت، وعلي أن أسير على مهل. أوه. على مهل؟ بالطبع لا، نتسابق إلى بيتك. هو رائع. هيا يا روزي. هذا أمر مدهش، العجلات هي الأفضل. ولكن يا بلبلة، ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيران والعجلة في دوران. لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً، أنت في مكان رومبا. أنت على حق روزي، أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة. لا عليك يا بلبلة، هذا مسلم. أوه، لكن مكان بلبلة هو الفضاء. لا تقلقي يا روزي، بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً. ستصبح لي عجلات خاصة. تادا! واو، ما هذا؟ مزلاج طيور. اركبي سأريكي. تضعين جناحيك هنا وترفرفين لتحريك العجلات. ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات. مزلاج الطيور هذا أتعبني، حان وقت الاستراحة في العش. كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعاً. لا أستطيع، ماذا لو سقطت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك، أنا طائر عجلات الآن. ما المشكلة يا بلبلة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك، أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت. لكن أنا لم أسقط. روزي انظري ماذا وجدت، كنت خائفة منها، لكن بينون قال إنها تخافني، احتاجت المساعدة، وأنا الآن لم أعد خائفة منها. أنت على حق، نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف. قرص، سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور. فعلت ما طلبت مني يا روزي. وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك. آه، رائع. أين هو؟ اتبعيني يا بلبلة. أجيد ذلك. أهلا برجوعك إلينا يا بلبلة. ما أروع هذا المكان، لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات. يبدو أن كرز يفتقد شريكته في السباق. من يشارك في السباق؟ لا
بأس يا رومبا، قد تفوز في المرة القادمة. أوه، فزتي بفارق بسيط. لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد. وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً. ليلة سعيدة يا روزي. ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً. عندها سأكون حقاً سريعاً جداً. أنا رومبا الأرنب الطائر. ووش. السباق الكبير. هيا نتسابق يا روزي. ليتني أفوز، ليتني أفوز. مسكين رومبا، دائما أسبقه. ربما هذه المرة. سبقتك. ربحت، ربحت، أنا الأسرع. أحسنت يا رومبا. أنا نجحت وسبقت روزي. أنت فزت. نعم تقريبا. أنا الأسرع، أنا الأسرع، ولكن لست أسرع مني. كرز أسرع من رأيت. لكن رومبا سبق روزي. وسأسبق كرز في أي يوم. أتتحدى؟ ربما كلاكما الأسرع، لكن أنا وحدي الأسرع والأسرع والأسرع. حسناً يا رومبا، لنتسابق إلى البستان. أوه لا، تركت رومبا يفوز علي، لكنه لن يسبق كرز. مهلاً، إذا أردنا تحديد الأسرع فعلينا التحضير لسباق ضخم حقيقي مع خط بداية وحكم وجائزة جائزة للفائز. أحببت الفكرة. وأنا أيضاً. أوه لا أصدق، أستطيع أن أفوز بأي سباق. أيقظوني حين تجازون. أنا فزت عليك يا روزي، لذا سأسبق أي شخص. إذا أردت الفوز بهذا السباق فستحتاج إلى مساعدتي. بعض التمرينات للرشاقة. والآن أسرع. 1، 2، 3. حلبة السباق جاهزة. تعالي وانظرا، هناك سلة توت ضخمة للفائز. تقولين توت؟ يجب أن أفوز يا روزي. اقفز بخفة كالغزال يا رومبا. ماذا تفعلاني بالضبط؟ روزي تمرنني. سأهزم كرز بالتأكيد. عليك أن تتمرن جيدا. هي هذا لي. روزي تمرن رومبا، وهناك سلة توت كبيرة للفائز. أنت تحتاج إلى مدرب. ولكن أنا الأسرع، لا أحتاج للتمارين. ليست قصة الأرنب والسلحفاة السخيفة. حلبة السباق ليست سخيفة، إنها شاسعة. البداية من هنا، تعبران المتاهة ثم الأشجار، تعبران الملعب حول الأراجيح وصولا إلى حديقة روزي، ثم تعودان إلى هنا. يبدأ السباق الساعة 3، لديكم الوقت الكافي لتستعد. ساعديني. يمكنك الفوز يا رومبا، وتذكر بخفة الغزال. تشجع بمساعدتي. سيحقق كرز فوزا ساحقا. سوف نرى قريبا. صحيح يا رومبا. يام. رائع، والآن جاهز يا كرز، جاهز يا رومبا، استعد مع إشارتي. هيا. هيا يا رومبا.
رومبا يستطيع الفوز. لا لا لا، كرز أسرع تلقى تدريباتي البلبلية. سيدخلان المتاهة، لن تسبقني. من يتقدم؟ روما. نعم، كنت أعرف. خسر السباق. جريت كثيرا اليوم، أحتاج إلى استراحة. رومبا متعب أكثر مني، مجرد استراحة قصيرة. التوت، أنا أحبه. برشاقة الغزال يا رومبا، برشاقة الغزال، برشاقة الغزال، ولأجل التوت. كرز نائم، أستطيع أن أنام أنا أيضا فترة قليلة وسأصحو وأسبق كرز. لما تأخر هكذا يا ترى؟ لا أخبار. لا، أخبرني، هل حدث لهما مكروه؟ من الفائز؟ من الفائز؟ لم يعد يهمني من الفائز، المهم أن يكون بخير. ربما علينا اللحاق بهما. رومبا، كرز ليس هنا. أنا لا أصدق. إنهما هنا. انهضا، يجب أن تنهي السباق. إنهما منهكان. تعالوا، عندي فكرة أفضل. عادوا عادوا. من فاز؟ هل فزت يا روزي؟ تخطيتما خط النهاية في العربة نفسها، وهذا يعني التعادل. وأيضا ستقتسمان التوت البري. أوه نعم، أنا جائع جدا. مع أن التعادل غير حماسي، لكن السباق كان رائعا. ونحن نقبل أن نقتسم الجائزة، صحيح؟ فزنا معا. انظري يا روزي، آكل التوت بسرعة كبيرة. ليس أسرع مني. نو نو نو.